أول شيء نشكرك أخو جعفر على الاستضافة، ونشكر قناة خالد بازيدان على تشريفها التكريم اليوم. أصرنا أن اليوم تكون قناة بازيدان اللي أضافت الأشياء الكثير لدورات مكة، وتواجدك يعني أصريت أنك تكون اليوم يعني موجود معنا حتى تضيف لنا لمحات فنية بصوتك الجميل وابداعاتك من خلال المايك. وانا يعني والله سريت اليوم يكون التكريم للشباب، ويكون كمان تكريم لاخونا وحبيبنا جعفر، وهذا قال لي شيء نقدمه لك اخوي جعفر. في البدايه يعني ما شاء الله تبارك الله اداره القلعه فعودتنا ان تكون حاضره في كل المناسبات وتكرم جميع المميزين في مكه المكرمه او المبدعين. يعني حدثنا استاذ احمد، او ما سر هذا الاهتمام الكبير جدا بالرياضيين وبعد ذلك الدعم للرياضة في مكة المكرمة من خلال الأستاذ أحمد الجهني؟ والله احنا يعني ساكنين في أغلى بقعة في على وجه الأرض وهي مكة، وهي عزيزة علينا، والمجال الرياضي يعني الحمد لله عرفنا على ناس كثير ورجال، ويعني الكرة دائما نجمع ما تفرق، وهذا واجبنا نحو يعني خدمة رياضة مكة، لأن مكة والله عزيزة علينا. يعني أي فريق نحس أنه ناجح نحاول أن نساهم دورة، نحاول أن نساهم فيها لاعب حصلت له مناسبة، أي لاعب كان في مكة نحاول أن نكون أول المشاركين بتقديم لو شيء بسيط لهذول أبناء مكة، ويستلون منا شيء كثير، والحمد لله والله هذا شيء يعني نقدمه كدعم لأبنائنا في مكة، ونرجى وراء أي حاجة. وبالنسبة تكريمنا اليوم للأستاذ مازن والأستاذ عادل، يعني هذول خدموا الفريق أكثر من 10 سنوات يعني بكل شيء، يعني من خلال الأداء الفني داخل الملعب، بالانضباط، بالأخلاق العالية، بالدعم المعنوي والمادي، بكل شيء. يعني أقل شيء الواحد خلال السنوات اللي قدمها للفريق والتعب هذا اللي قدمه، إنه يخرج بمناورة كذا بسيطة يحس إنه هو قدم حاجة من خلال الرياضة وخدمة فريق نادي القلعة، وهذا إحنا متعودين عليه في نادي القلعة، إن إحنا نكرم رجال القلعة، الناس اللي وقفت، اللي بنت الفريق، اللي طلعت الفريق، اللي وصل المرحلة هذه. يعني أجيال راحت وجات أجيال، وأجيال كثيرة مرت على الفريق، وهذولا كلهم شركاء في نجاح الفريق وتطور الفريق. ما هو أحمد الجهني لحاله، الفريق هذا دائما عمل جماعي وتكون من لاعبين وإدارة وأعضاء وجمهور كذلك، والحمد لله هذا ما هم متعودين عليه في نادي القلعة، وهذا قال شيء نقدمه له. أخوك جعفر حنا ما نخفيك، يعني حنا أسسنا الفريق هذا على الأدب والاحترام قبل كل شيء، قبل الفوز والخسارة والإنجازات والأمور كذا. يعني أسسنا أن احنا نلعب كورة لأجل الكورة، والأخلاق تسبق اللعب والأداء وأي شيء ثاني. فالحمد لله أي لاعب يجي على الفريق يعرف إيش سياستنا، أداء احترامنا، احترامك لنفسك أول حاجة، احترامك لمدربك، احترامك لفرقتك، هذا أشياء أساسية عندنا، وبعدين يجي اللعب والمستوى والإنجازات والأمور الثانية. لأنه حنا نتكلم الكورة ما فيها أخلاق وما فيها احترام، ما فيها مهما سويت ومهما عملت ومهما حققت من إنجازات تبقى لا يعني ما تسوي شيء جنب الأخلاق والاحترام والمعاملة الحسنة. والحمد لله عودنا اللعيبة دائما من صغرهم، الحمد لله أغلبية اللعيبة هذولا اللي له 8 سنين 6 سنين 5 سنين 7 سنين، يعني هذولا صناعة نادي القلعة، ما هو صناعة أحمد الجن، صناعة نادي القلعة ورجالات القلعة، وهم أبناء لنا وحنا أسسناهم من 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 الصفر. يعني جونا بعض اللعيبة من بعض الأندية وأضافوا للفريق وصاروا أحد أبناء، والحمد لله ما حد يجي يخش القلعة يخرج، يعني الحمد لله. الحمد لله القلعة والله إحنا ما بنزكي الفريق، كل شيء متوفر من إمكانيات مادية، من ناحية الدواري، كل شيء، يعني أي شيء اللاعب ما يتمناه في الكورة يلقاه موجود في القلعة. على طار الدواري أو البطولات في مكة المكرمة أستاذ أحمد الجهني، يمكن لم يتسنى لي أن أبارك لك ولإدارة القلعة على حصولكم يعني على بطولة الأستاذ محمد الغامدي أو بطولة شاطئ النصر، البطولة التي أتت من فم الأسد. كلمنا عن هذه البطولة، وأعلم بل أدرك بأنكم يعني تعبتم كثيرا لكي تحصلوا على هذه البطولة. والله شوف ما أخفيك جعفر، يعني البطولة هذه أنا أعتبرها الأولى على مستوى مكة، يعني والله يعني الأستاذ محمد خلال 25 سنة اللي فاتت قدم بطولات على مستوى عالي، وكنا خلال السنوات الماضية ننافس ونحاول، وكنا نوصل مراحل متقدمة في البطولة، دور 8 4 ونغادر البطولة أحيانا، وأغلبيتها يمكن ركلات الحظ يعني، ولكن كنا نخرج بمستوى وأداء، لكن أحيانا الركلات ما انصفتنا. لكن الحمد لله في البطولة هذه كان تركيزنا وإصرارنا وعزيمة الفريق ككل، يعني إدارة ولعيبة، وأنا من أول ما غلقنا التمهيدي ودخلنا دور 16 يعني كنت أجلس مع أعضاء الفريق وأقول لهم الشباب ناويين على البطولة، كل ما نعدي مرحلة وأقول لهم الشباب حيجيبون الكاس. أنا طالع يعني في وجيه اللعيبة كان في عندهم إصرار إنهم يحققوا البطولة، والحمد لله هم وعدوني الحلم هذا. أي والحمد لله حققوا بطولة بجهدهم بعرقهم بدون إضافات من خارج الفريق، وهذا أكبر دليل على نجاح الفريق. لما تتحقق بطولة لها اسمها ولها تاريخها وبأبناء الفريق ومن غير إضافات ومن غير محترفين، إحنا ما إحنا ضد المحترفين ولا ضد الإضافات، هذا شيء
موجود وما نختلف عالمي. عليه عالميا ما نختلف عليه مزبوط. ولكن احنا نفتخر ان احنا اخذنا البطوله بابنائنا يعني بدون اضافات مزبوط. فعنا كنا نقدر نسوي هذا ولكن الحمد لله احنا القلعه ياكل بيده ما يشبع والحمد لله القلعه غنيه برجالها وبعيالها وباذن الله ان شاء الله فالهم البطولات القادمه ان شاء الله.